استقبل عبر الهاتف السيد عضو المؤتمر الوطني العام سابقا السيد اسماعيل. طيب سيد اسماعيل، اهلا وسهلا بك معنا. بدايه اعزيك في وفاه وسام بن حميد، بدايه كيف تلقيتم هذا الخبر وما حيثيات التي جرت بعد الاستماع والاعلان عن هذا الخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا، قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا طريق حقيقة أن وسام بن حميد أحد رموز فبراير وأحد رموز ثوارها، لقى يعني حقيقة ضحى بنفسه على مبدأ وعلى طريق من أجل التصدي لمشروع انقلابي في المنطقة الشرقية. فنعزي كل أحرار ليبيا وكل شرفائها وآل بن حميد، فنقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فعظم الله وأجرنا فيه وحسن عزاءنا، ونسأل الله أن يجينا في مصابنا ضمن خير منه إن شاء الله. طيب اليوم كما يعلم الكل بنغازي 90% على الأقل خالية من ثوارها، هل بوفاة وسام بن حميد مثلا وبإعلان هذه الحدث الكبير في ليبيا لربما يتغير شيء، لربما يحرك شيء في نفوس الأهالي في بنغازي، نفوس ثوار بنغازي الذين يقبعون خارج المدينة تحت وطأة عسكر في بنغازي، لربما هل من الممكن أن بحيثيات هذا الخبر أن يتغير شيء ما على الساحة؟ والله ربما بإعلان وفاة واستشهاد أخونا وسام بن حميد أن تكون هناك صحوة ضمير في أهلنا في المنطقة الشرقية للتصدي لمشروع الانقلابي. وحقيقة هناك الآن بدت نوع من هذه الصحوة، أن مشروع تورطت فيه المنطقة الشرقية برعاية مخابراتية مصرية إماراتية، فنحن ندعوهم إلى مد يد التصالح وأن نترفع عن خلافاتنا وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. بن حميد ضحى بنفسه هو ورفقائه من أجل التصدي إلى مشروع انقلابي هتك السيادة الليبية وجعل ليبيا العوبة في أيدي المخابرات سواء كانت الإقليمية والدولية. بن حميد أحد رموز هذه الثورة، الهدف كان من هذه الحرب التي شنوها في المنطقة الشرقية والتصدي لهذا المشروع. نحن نؤمن بدولة مدنية ونؤمن بمؤسسة الجيش والشرطة أن تكون تحت يعني حكم مدني تداول سلمي للسلطة. أهلنا في الشرق عليهم أن يعوا أنهم في مؤامرة وفي أنهم في مشروع انقلابي ترعاها دول وترعاها أجهزة مخابراتية إقليمية ودولية. بن حميد ضحى من أجل موت بن حميد حيكون براس وحيكون وقود إلى الاستمرار في نهج هذه الثورة والعمل على ترسيخ مبادئها إن شاء الله. ولا نقول أن وفاة بن حميد هي نهاية المطاف، بل وفاة استشهاد بن حميد حيكون داعم ورافد ويكون تحافز لجميع الثوار لتوحيد صفهم والعمل على استكمال ما أراد بن حميد استكماله إن شاء الله.